ما حصل بالسفارة العراقية في تركيا، أين موقف وزارة الخارجية عندما يدخل يعني مجرم مدان ويخرج بكل سهولة؟ هذا مو استفزاز المشاعر العراقيين أو عوائل الشهداء؟ طبعا أنا أحمل، أنا ما أريد دائما نوسع المسؤولية، نحدد الدائرة أفضل ما تضيع على المشاهد وتضيع على المتلقي من المسؤول. في كل سفارة من سفارات الدول أكو أمن، أمن السفارة، هذا الأمن هو وظيفته، بس هو مدير محطة الجهاز المخابرات أو الملحق العسكري أو ضابط الأمن السفارة، ما أعرف أسياه معتهم مسؤول عن هذا الملف. هذا هو وظيفته أن يحذر القنصل السفير من أي مخاطر من هذا النوع، شخص مطلوب، شخص يشتغل ضد الدولة، عنده قاعدة بيانات واضحة، وعلى ضوء ذلك يبلغ المسؤول. القنصل هو ما يعرف الناس كلها، شو معرفه بالناس كلها؟ بس عندما يتقدم تقرير من المسؤول الأمني لأن هذا مطلوب وفق المادة، إذا كان هذا المسؤول الأمني مقدم هذه المعلومات إلى السفير أو القنصل وتجاهلها وراح صرف الجواز السفر إليه واستقبله، يصبح المسؤول هو القنصل أو السفير. وإذا كان أبو الأمن ما مقدم أي معلومات، وهذا إجا مواطن عراقي ما يعرف أي تفاصيل عن خلفيته الإرهابية، وربما إجا من خلال اتصال من شخص يعرفه واسطة، يا أبو فلان راح يجيك منطقتي، صديقي، قرايبي، ما نعرف شنو الطريقة، واستقبل احتراماً لذاك الرجل اللي خابر ما عنده خلفية عنه، وبالأمن ما انطى أي معلومات، فيتحمل أبو الأمن مسؤولية كاملة لهذا الخلل اللي صار، ويجب أن يعالج هذا الخلل، وأن وزارة الخارجية تتابع سفرائها وتتابع القنصلين في السفارات من تكرار هكذا أخطاء. معلومات كبار البعثيين، كبار البعثيين راجعوا سفارات وصرفت لهم جوازات وتعاملوا معهم معاملة، رواتب يستلمونها ورواتب ومعاملة مختلفة، بينما عندنا طلبة وعندنا مرضى يروحون لخطية يسافرون على مود يتعالجون، يواجهون مشاكل وتعقيدات كبيرة في، أو طلاب يدرسون يواجهون مشاكل كبيرة مع السفارات. هاي مسؤولية من الأستاذ حسن، وزارة الخارجية طبعا، وزارة الخارجية هي المسؤولة عن تنظيم هذا الأمر وعدم تكرار هكذا أخطاء. طيب إذا الوزارة هي يعني تغرد خارج السرب، شلون يعني؟ رئيس الوزراء يعني هو ياخذ دوره بمحاسبة الوزير الكادر اللي معني بهذا الأمر، ويفترض رئيس الوزراء يقف على هكذا أخطاء جسيمة تضر سمعة العراق، تضر أبناء الشعب العراقي. احنا شفنا بألم حقيقة تابعتان لقاء عائلة الشهيد العذاري عندما خرجوا في الإعلام وتحدثوا عن أن هذا المجرم هو المجرم المباشر بارتكاب جريمة اغتيال الشهيد العذاري، ويعني من المعيب على الحكومة أن تصل الأمور إلى أن عائلة الشهيد تبلغ الحكومة قاتل ابنهم، يعني الحكومة ما تدري، عائلة الشهيد القاعد الناس المساكين قاعدين ببيوتهم يدرون والحكومة ما تدري، وعندها مخابرات وعندها استخبارات ورواتب وسيارات، واحدهم يقعد يمك يهمبر عليك شو اسمه طغارين، وهو بعدين عائلة الشهيد يقول لهم ترى الإرهاب استلم جواز وعوم المعاملة حسنة في سفارتكم في تركيا، ورئيس الوزراء ما يدري. هاي عيب، عيب وعار على الحكومة أن عوائل الشهداء تطلع تعلمهم المحاصصة، هاي علمهم دورهم شنو. حتى المحاصصة كان أكو الآن عندنا أداء جيد في المحاصصة، عندنا أداء سيء، فهذا يعني المحاصصة مو ذريعة أن نترك متابعة دوائرنا ومؤسساتنا، خاصة اللي خارج العراق اللي تنقصوها. يعني أنت تابع الكتلة ما حد يقدر يحكي إياها؟ لا، ليش ما يقدر يحكي إياها؟ يقدر يحكي، ما حد مانعه يحكي، وإذا يمنعوه يحكي يخلي يقدم استقالته يبطل أفضل له. وما يأخذون رواتب بدون ما يدفعون ما عليهم؟ طبعا هذا خلل، هذا خلل، وعلى الحكومة أن تعالج هذا الخلل.